مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم سر من اسرار تسوق في كندا، اللي هو شغله اسمها ثريفت ستور. ثريفت ستور هو عباره عن ملابس ومواد واشياء مستخدمه سابقا، الناس بيعملوا لها دونيشن فور فري، بيجيبوها على هذول الستورز. في كثير انواع من هذا الستورز، الناس بعدين هذول الستورز بيبيعوها وبيعملوا دونيشن للتشاريتيز اللي هم او المؤسسات الخيريه اللي هم ماخذينها. عشان هيك بشكل عام بتكون هون الاسعار رخيصه وممتازه، وفي شغلات كثير ممكن تستفيدوا منها. ادخلوا معي. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو الثريفت ستور، هذا احد انواع فيه ملابس رجالي ونساء مفصله كلها، بطلك هي غاد وومن، هون المين. في له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى إنه تعمل ريسايكل للأواعي اللي بدكش إياها، فالأواعي هاي ما بتضيع. الشغلة الثانية بتكون أسعارها أرخص كثير. والشغلة الثالثة طبعا بيكون فيها دونيشن لمؤسسات خيرية، مثلا هذا المحل بدعم الأطفال اللي معهم مرض السكري وأشياء زي هيك. فحنورجيكو شو في بهذا. حتى القادمين الجدد ممكن يلاقوا هون جاكيتات كويسة وخميلة يعني للشتاء، لأنه طلع هذا يعني كله $9 $8 $4 هذا الجاكيت. شايفين هذا جاكيت برضو، هدول ملابس الشتاء تبعت لنا. في جاكيتات طبعا أغلى، بديش أحكي، هذا جلد $29 و99 سنت، يعني $30. طواقي هاي للأطفال. لو عم تنزل مواسم هم، أنا هذا ترانش كوت $30. الأبرج تبعت القمصان $9-$10، والبناطلين نفس الاشي. انت أحذية مثلا، أحذية شتوية للأطفال، أحذى مقسمة زي ما شايفين بحسب المقاس. ألعاب للأطفال، يعني هاي الألعاب $3، أي كيس $3، هذا $2، هذا $4 مثلا، $3 $99، هذا $2 مثلا، في لعبتين. ممكن واحد بده شنطة للمدرسة أو شنطة للأطفال، شنط مش سيئة يعني. هون تقدر تقيس طبعا الشنط. هين خلينا أورجيكم، هذا مثلا $24، هذا $18، هذا $10.90، يعني هذا 10، الأفرج زي ما قلت لكم 20، 10، هذا 11. هاي البناطين العادية، هذا مثلا $9، $10، $13، $9. هاي القمصان أعطيكم مثلا، هذا رميس $13 تومي، هذا $4.99، هذا مثلا $12، $13. هاي الأسعار الأفرج يعني. وهون في شغلات مثلا اللي بحبوا مجوهرات، مجوهرات برضو بتكون أرخص. في شغلات هاي تبعت المنزل، ديكورات ما ديكورات. هلا عندنا موسم الأعياد الكريسماس، فعشان هيك هاي لوحات، طلع هاللوحة ما أحلاها، $14.5 $15. هاي هاي الفازات وما الفازات، شغلات زي هيك. الطحف والطحف برضو هون، طحف وشبيات. هاي الشغلات تستخدم في المنزل، يعني مثلا هذا خلاط $20،
هذا تبع قهوة مثلا بعشرة دولار. هتلاقي كتير شغلات يعني هيك، طباخ رز مثلا صغير، هذا تبع عجين عشرة دولار، هذا تبع شاي مثلا 19 دولار. يعني في شغلات أرخص، في شغلات ممكن تلاقيها صحون وكاسات ومعالق، هاي فضيات. هاي كاسات وصحون برضو، طناجر، مقالب، شغلات طبخ ومطبخ. اكيد هاي الشغلات بيحتاجوها كل واحد جاي جديد، ممكن يشتريهم جداد، ممكن يشتريهم من هون حسب استخدامه وحسب الفترة اللي بده يقعدها. كتب، اللي حابب كتب، وي هدول تبعهم كمبيوتر، العاب جيمز. في جيمز هاي هون كمان، فيديو دي في دي مارا. هدول العاب بورد جيمز واشياء رياضيه كمان، بايسيكلز. بكون فيهم شويه شغلات عفش بس مش كتيره. هاي حتى مثلا دريلات، بشكل عام يعني هذا هو الثريفت ستور وهذه الايديا تبعته. فان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، تابعونا في الحلقات القادمه، وعشان يوصلكم كل شيء اعملوا بس سبسكرايب والزر تبع الجرس اضغطوا عليه عشان توصلكم كل شيء. سلام.